مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم في إطار محاربة الملل، بما أننا جالسين في الدار غادي ندير واحد الحالة صراحة واعر وساهل. واعر يعني رائع. أول حاجة غنبدأ بها وهي الحليب. غندير السيتر ديال الحليب في كاين شي صداع حدايا ما عرفتش شنو هو. غادي ندير السيتر ديال الحليب في الكاسرونه. هادشي غادي يتجهد، عارفيني كنصور. غادي نوقف بما ينقص الصداع شويه. غادي نزيد عليها الكاكاو، يعني الحليب غنزيد الكاكاو بلاتي نحل هادي. غادي نضيف عليه نسكافيه، حيت صراحة مذاق الكاكاو مع النسكافيه كيجي واعر. البنات بما انه ما عنديش ما عرفتش فين درت الدراب ديالي، يعني نخلط لكم بهادي. هي نورمالمون ولكن ما فيهاش صراحة، هذا ما تخلط ما والو. غادي نحطو فوق العافيه، ومن بعد نضيفو ليه زعما الحوايج اخرين اللي هما الشوكولات. خليكم معنا نقول هنا كيولي، الا شفتو الجناب كيولي الحليب كيتفاعل مع الشوكولاتة والنسكافي. غناخد هذيك اللعيبه، هي نورمالمون كتخدم بالضو ولكن انا ما فيهاش الحجر بالحجرات، ولكن دابا ما فيهاش الحجرات فغنحاول نخدمها بحال هكا، حيت الطراب اللي عندي ديال البلاستيك وما يمكنش ليا نديرو في الحاجه سخونه. الاخر اللي كنخدم به ديال الحديد ما عرفتش شنو هو. دابا تفاعل شويه. دابا غنضيف الشوكولات. كندير انا هاد، ها هو تبانيكم سميتو مذاقو زوين، رخيص و زوين. ونبدا نخلط باش الشكلاط ما يلصقش لتحت. هو صراحة من الأحسن يكون عندكم طراب، أنا ما عرفتش فين هو الطراب. ألو غنكمل غير بهادي. بما يذوب الشكلاط ورجع لكم البنات، انا غادي نضيف ليه واحد فاني. كتعجبني ريحه الفاني في الحاجه الحلوه واخا ما يحتاج. بالنسبه للسكر لانه ما كيجيش حلو بزاف، باش يجي حلو كديروا ليه السكر. غنضيف انا جوج معالق. حاولوا تذوقوا الخليط قبل ما الخليط حاولوا تذوقوه قبل ما هنا يدي كتحرك لان شاده التليفون في يديا. دابا غندير معاه مايزينا باش يعقد. انا هنا درت قياس جوج معالق ديال مايزينا وخلطتهم بالماء باش ما يتحببوش ليا، وغنضيفهم على الخليط. ها هو بدا كيطلع غير تخوا. بغيت تخوا انا غنبدا نخلط. دابا راه بدا كيخترب مع الشكلاط بلا ما يحتاج هذا، ولكن صراحه ضروري لانه خاصو شي حاجه تشدو. غتبقاو تحركوه مع هو سخون غتحسوا به كيتشد. خصني نوريكم كتحركوا كتحسوا ثقيل ما بقاش كيما كان.
عليا الفيديو. دابا غادي نزيد ليه واحد المعلقه ديال الميز. ها هو بدا كيختار. البنات كتشوفوا من هنايا من الجناب، شوفوا من الجناب كتحسوا به كيولي خاطر، كيبقى يطيب حتى يتجمع باش ما ياخذش لكم وقت بزاف في الثلاجه. كتكثروا، ماشي كتكثروا، كديروا ثلاثه باش ما يكثرش لكم على حيت بعض المرات كيجيني كتجيني مايزينه بحال كيكون فيها واحد المذاق ما زوينش الا كثرتيها. المهم حنا نشوفوا، انا جاني باقي خاص واحد المعلقه باش حتى الداخل يكون عاقد. صراحه ما بقيت زدت ليه والو، ها هو بركه عليه. دابا غادي نطفي عليه. ما رديتش البال انه كان كيصور. دابا هاد رديت البال، نقدر نقطع في المونتاج ويقدر نخليها لكم. دابا غنخليه يبرد شويه ومن بعد غادي نجي نزينو في هاد الكؤوس اللي كتشوفوا هنايا. هما كؤوس شفافه، نزينو بهاد فرامبواز و انا كنوريكم التزيين في الاخير، لانه دابا غادي نديرها في غنديرو في الثلاجه. ها نتوما شوفوا راه كيبان خاطر. ها شفتوا صعيب باش يتحرك بالزربه، غنخليه باقي شويه حيت جاني سخون. بسم الله غنبدا، يا ربي ما يتطرطق. فوالا صافا، شوف هذه الفيشيما هلا ما كيدير لكم والو. هانتوما ما جيتش نعمرهم حتى الفوق، نعمرهم غير حتى الطويه ديال الكاس وغادي نكمل. فوالا صافي، جاب التساوي. راه نتوما راه باقي خاطر لداخل، الا بغيتو تكرطوه ولا شي حاجه يعني تقدروا باقي تعمروا به. كنت كنصور جاني التليفون وتقطع عليا الفيديو، ما عرفتش شنو كنت كنقول. المهم دابا غادي ندخلهم للثلاجه. واحد الحاجه اللي بغيت نقول لكم هو ان ممكن في هذه البارتي الاولانيه تقدروا تاخذوا شي بسكوي اولا الكيك اللي كاين عندكم وديروا الطبقه الاولى. هذا بالعاده كنديرها ولكن دابا ما درتهاش. ومن بعد ديروا هاد الطبقه ديال البودينغ عاد باش كديروا التزيين ديالكم من الفوق. فوالا البنات كيجي بحال هكا. دابا غادي نزينو، غادي نستعمل ليه الفرامبواز، نغسلهم ونحطهم في ال... كنبغي نسجل لكم كي يدوز شي واحد بال تا كنبدا نسجل باش كيبان ليهم يدوزو. جيسبر يكون كيبان. ملي كنمشي تما كيكون الظل، واخا نجي بحال هكا. هادي خارجة شوية، فوالا البنات كيجيو بحال هكا. ومن بعد كتقدروا تزينوهم بحال يا اما سكر كلاصي من الفوق
اولا ديروا معاهم شويه ديال الكوك، هادو غندير لهم شويه ديال الكوك. فوالا في الاخير كيجيو بحال هكذا. سمحي لي كنت كنصور لكم في الضو، من بعد صافي بلا ملحل. وصلنا لنهاية الفيديو، هذا هو الديسير، كنتمنى يكون عجبكم. كما قلت لكم كتقدروا تستعمل ديروا في الطبقه التحتانيه البسكوي، ولا تخليوه هكذاك الا بغيتوه بحال فلون. فوالا، هذا تقدروا ديروه في رمضان ولا ديروه في هذا الوقت مبرد. ونشوفكم في فيديو اخر ان شاء الله.